بهم إلى المشفى، وبالتالي نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب، واقع طبي معقد، واقع يزداد تعقيدا وسوءا يوما بعد يوم في ظل الكثير من التحديات كما ذكرنا ربما صحيح، وأيضا التي لا زالت حتى ربما الآن في ظل مستمرة ومتواصلة. مخاوف من الغارة تكرار. إسرائيلية نعم نسمع صوت جديدة، غارات، صوت طيران، هل هناك غارة؟ هي غارة هذا الآن غارة يبدو الصوت قريب غارة جدا جديدة من عندك الآن على عبد الله. وسط قطاع غزة، وتحديدا صحيح صحيح هي في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة دير البلح حيث نتواجد الآن، تحديدا بالقرب من مخيم النصيرات أو البريدج في هذه المناطق. الغارات مستمرة ولم تتوقف، يعني كانت قبل قليل في مدينة رفح والآن تجددت هذه الغارات، وربما الآن تسجل غارات جديدة أيضا في شمال القطاع. الغارات لم تتوقف رولا رغم هذه المجزرة ورغم هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء، إلا أن هذه الغارات مستمرة ومتواصلة، وعملية استهداف المنازل أيضا مستمرة ومتواصلة. والأسوأ من ذلك كله هو منع إسرائيل إدخال القوافل المساعدات الإنسانية. هناك عدد كبير من الدول أرسلت قوافل للمساعدات الإنسانية، هناك قافلة مساعدات قطرية وصلت إلى مطار العريش، قافلة مساعدات تركية وقافلة مساعدات مصرية، ولكن للأسف كل هذه المساعدات تقف أمام الآن حاجز يعني الرفض والتعنت الإسرائيلي بمباركة دولية لهذا الرفض، لم يتم إدخال أي من المساعدات. سنعود